سهلة سريعة مفيدة. ثلاث كلمات لنصنع قطعة ديكور من الغراض القديمة الموجودة عندنا بالبيت. جاهزين؟ كثير من الناس بتجمع طبقات فلين تيزينوا فيهم بيوتهم، لكن بس يكتروا كثير ما بيعرفوا شو بدهم يعملوا فيهم. اليوم بدي اياكم تجمعوا هالطبقات الفلين كرمال نحول كرسي قديمة لكرسي مميزة مع فلين. ومن أهين الطرق لقص الفلين إنه ناخد الفلين نحمي القطر ونقصها بالنص. أهين طريقة بينقصوا بسهولة وبصيروا شقفتين.